بعد تعرضه لحادث ضرب قبل أيام من قبل مجهولين اللاعب السابق للمنتخب العراقي وللمنتخبات الوطنية والحائز على كأس آسيا في 2007 مع المنتخب العراقي. دكتور عبد الرزاق في ذمة الله بعد الاعتداء عليه بالضرب. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حتى الرياضي ما خلص منهم. السلام عليكم شباب، وياكم أنس أخبار المنتخب العراقي. قبل ما تكمل الفيديو صلي على النبي محمد وآل محمد، سوي لايك للفيديو، اشترك بالقناة، فعل الجرس، شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد. لاعب منتخباتنا الوطنية السابقة واللاعب في أولمبياد أثينا ولعب أيضا ضد كريستيانو رونالدو. المباراة التي فزنا فيها على البرتغال بوجود كريستيانو رونالدو بأربعة أهداف. فارق الحياة بعد تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة نتيجة تعرضه للاعتداء من قبل مجهولين الأسبوع الماضي. الله يرحمه ويغفر له ويسكن فسيح جناته. الدكتور كاظم ربيع يقول وصل التزوير في منتخب حكيم شاكر إلى 7 سنوات وجميعهم ممنوعين من السفر. برشلونة يوفر ملعبه لإجراء حفلات الزفاف مقابل 14 ألف دولار للحفلة الواحدة. خطيه حقهم لأن العوز يقتل. طلبت حارس منتخب إيطاليا وباريس سان جيرمان دونوراما في الوقت الإضافي من مباراة إيطاليا وألمانيا التي انتهت بالتعادل 1-1. ألمانيا تتعادل مع إيطاليا بهدف ضمن دوري الأمم الأوروبية بوجود اللاعب الألماني الجديد لريال مدريد روديغر. منتخب المجري يوقف سلسلة اللاهزمة للمنتخب الإنجليزي بعد الفوز عليه بهدف ضمن دوري الأمم الأوروبية. حبايب قلبي، هنا وصلنا لنهاية الفيديو. سوي لايك للفيديو، اشترك بالقناة، فعل الجرس، شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد. كان معكم أنس، في أمان الله، نلتقي في فيديو جديد.